رئاسة الدولة المصرية، ده عدي رئيسين نادي، محمود طاهر ومحمود الخطيب، والدنيا مشغولة بيهم انشغال مفيش بعد كده. ده النهارده التأمل، والله ناس بعت لي على الواتس انه الخطيب اخواه في زميل انا ما اعرفش مين بالظبط، او جالي من رقم انا مش متسايف عندي، قال لي ده محمود الخطيب اخواه. بس بص على الفيديو ده، ده العمري فاروق اخواه، وقال على محمد مرسي انه رئيس الجمهوريه. ما هو محمد مرسي كان العمري فاروق كان وزير شباب ورياضه في الفتره بتاعت محمد مرسي، مش اختاره؟ طب الراجل انقلاب ضد الدوله المصريه، ولا هو سرب اخبار؟ ده انا بتكلم على العمري فاروق يعني. وانه خالد الدرندلي كان مش عارف ايه، احمد شوبير دلوقتي بيساعد او بيساند الخطيب، فخالد الدرندلي كان على خلاف قبل كده مع احمد شوبير، وكلام كده ملوش اي 60 لازمه. والخطيب في الاخر اخوان. طب يا سيدي اهلا بالاخوان اذا كانوا زي الخطيب، ما اسعدنا باخوانه الخطيب اذا كانت زي الخطيب دلوقتي. يعني الخطيب حاجه كده لميسه فميسه كده، يبقى ده اخوان، ده يبقى حاجه جميله جدا. لما راجل انا مش خليتوه اخواني ازاي مش عارف، بس اهلا وسهلا باخوانه محمود الخطيب اذا كانت الاخوانه بالطريقه دي. يعني اذا كان محمود الخطيب اخوان، فانا اول واحد بالطريقه اللي هو بيتكلم بيها دي، وباحساس نعمه محمود الخطيب وبتاريخ محمود الخطيب، يبقى الاخوان دول حاجه جميله قوي قوي. لكن انت ما تعرفش انه اكتر من مره في فرق عمل من جانب الاخوان لاستماله محمود الخطيب ورفض مره، والكلام ده انا عارفه كويس جدا، وبالتنسيق يعني وبالادله. اكتر من مره حاولوا اخوانه محمود الخطيب وتعالى معانا وانضم لينا وهو لاخره كده، الراجل رفض اكتر من مره. هتقول حضرتك دفاعا بقى، قول دفاعا بقى، وايه المشكله يعني؟ ما احنا رايحين بكره الانتخابات وكل واحد هيقول صوته. اسال صوت لمين؟ عاد انا عضو عامل في الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. اه والله ده انا هاخد المدام ونروح بكره وهندلب صوتنا وتبقى حاجه منجاه بكره ان شاء الله. فلا يعني اذا كانت الاخوان بالخطيب كده، اهلا وسهلا بالاخوان، ده حاجه جميله جدا. تعالوا امسكوا حتى رئاسه الجمهوريه، لو كنت زي الخطيب كده يعني بالافكار دي والبتاع، تعالوا امسكوا رئاسه الجمهوريه بقى، اهلا وسهلا بيكم يا فندم. طيب